بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مانتو جمعة بشي ربيع الأول لباطني أفرتدي كون أفر بقول أفرتني لح وكو آدن لباطني تدبدي بشي سقال هذا لباكون لباطني أفر وحان فرينا مناسبة لو فريو مساجدك أقسامول أو لو وقفيي الحاج محمود أدون رحمه الله رحمة واسعة إن مرتف شرف بدن هي علماء يدد خيارة كسو غيب قلي إن مساجد كان الأقصى هدو جادين اللي غفر ميشن وحاكلوا لي هاي قيب دمرة ميشن حاجي فري مساجد كان لسي وحبوتها لقلي إن مسجد كا دعوة وكقيب قلو إيريادن ما دام أي تهي إيريا أما دول أن آد هي مساجدنا أن لهين دعوة أن آد يغير تهي وما لي رادو مرار رود أي يقول الله أن آد با أن داد آد سي قلب قلب و دين تا أن آد وقرنين أما أن كون رقمين باكو بادن سيدا سا مساجد كا اللورد سي أن وفر دينا مان تحفل دن قيمة بادن شرفت بادن وأنا تكون هاسنتهين من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا حقوق الله وأن المساجد لله مساجد الله بأسكاله سبحانه وتعالى مركا عد قون أولا أو عشان كرتو أو معرتي اسكما مولان كرتو ووح إلهي وسرها الله أن قصة من كرتو مجرد ذاتك هذا السي ومساعد كان يركع وما شاء الله وصدان لو قرحي حواس كير هذا لكن كم قطع مارت اللو دداله ولو قرحي كوشي سي دسميه سي وحي صلان لها جي ذاتك هذا السي در الله يقولسان إلهي إدكس وحين يكوب الدلنا يان بلنت إلهي سبحانه وتعالى حديث النبي عليه السلام وليه من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله إلهي سبحانه وتعالى أيقوا كرر هذين وجهك حديثك حقوص على الرواية في ربنا لكن رواية البخاري مسلم وحاول بنى الله له بيتا في الجنة نكاس إلهي درتيس مركون لسه مسجد كاس دنكلا يو الدنيا يو وحكة أموس صندل لهن إلهي وجهك كرر هذين سبحانه وتعالى رضى الله إلهي وراسنا ننكاس إلهي حقوق بلن قادة جنة إنه آخر كلمات أرنتاس أرن كفي عن مجتمعات
وحاهلا ونن نصيب له وإلهي مال سيو مال كي سنة اللي انت بدل ما مال هايسته مال والله هايسته الحمد لله إن بدل با ملايين بلايين هايسته مارت أو مصيبه لكن إلهي وسوا فجنين إن إلهي قد وادر مارت عن كسر دويننا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن حرس فارح ورنيري فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله وصلى الله على محمد الأمين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى يوم هذا السكالة أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وبيت كسر قرده مقاردهنا وبيود إلهي كميدة سبحانه وتعالى مساجدنا فضل كذا يا مقام كذا يا منزلة يا مرتبة إسلام وكل هذا هاي محاضرات بدن يدرس بدن يبانت مسلمين تبقى كده رسنت هاي وحاوف عوين مساجد بيت الله الحرام في مكة المكرمة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة مسجد كاس هي مساجد كفر عن طي لما أنتوت وحيا الله لو قلت لك أوين وحاكم إذن إلهي لو عابد صلاة لو قلت كذا صلاة أنا أركان تيدا وحاقو مهم سن سجودة سجودة سامق على الله قد مساجدك مسجد ومحل السجود ماشي لو سجودة ولا لو عابد أوين مرك الله سبحانه وتعالى عبادة ديسا أيان اسكو دردار بين بيوت دي سنة إن لغو قلتو قارهان سرادها فرض كاء جماعة مساجد إن لغو قلتو كذا واسول للهدى سيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو شيغي ودادا حانون كا وي صلاة هي مساجد إن لغو قلتو كذا جماعة مركا تاسوا بلاروجين علماء هل قفبا نقف الله لكن نوال بابا كلمة ديسا أو شيغي لا يؤجر بكربا إن الله يكر ريا سبحانه وتعالى أنت دقي سنة سنة أجر بالور رجينا يا وقف كاس خير يا بس كإله يا بيت كإله يا تذكر لسي ولا ليه لسي الله وأقبله أبي الله وقفنا إلهي جرسي سبحانه وتعالى صدق داس مسلمين تركوا كضاع يستو ودرجة كجار الله كذب سبحانه جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن ورنير خير الله سيو كل سفر بكي مدو تعب كم مغضي مسؤولية دا إيو علماء نمذا ينبو يعني إيو واجب كسارا ينبو نقلس وقيم قلمو ينوا دالنا وحكيمة سفر جزاه الله خير الجزاء وحنسود وين يا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرشيد حواضلي فليتفضل مشكورا ومأجورا أنا وحوي دردارا إياه خير أجر بانقرب صرينا علماء يقهر هذانا ويد دالين وين هجاجين جزاهم الله خير أنا قهر وحير حزوسين يرنا عن تطك عن تارته وحال يري مساجد كننك دسي خير الله سيه وحقوق وقفي والد كيس أنا قو نم بوالدين بانلين هاي أنت لما تعلها ونحرسته أنت نالنا إلهي حفظيو نبي عليه الصلاة والسلام وحيري إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث ابن آدم كمركود أنت عمل كيس وجو أيه إلا صدح روحه وعمل قصة عن أيه صدح على مركها لسكر راديو إنك تد علم بري حلال يا حرام أنت علمي قال وعمل فلايو أسجد أنت أجر بقصة هذا وقفي سيد مساجد كنا كراء هذا سليد هذا مساجد كما كديو في رسان انت ان لك بوصعون كرا انت ان لك بوصعون كرا وبوصعون يا الله سبحانه وتعالى انتو ادويد او تلقلي سيدا غارس بو كميديا مركا انت وها اوصعون يا حاج محمود الله ونحرسته اجر با اوصعون يا عمل كي سي با اوصعدا مدى صدحات او لغا يابا قفكا مسلم كا انو هيلي كرو إن بدنا أي جابنا يان أنك جابنا إنه نبي عليه الصلاة والسلام وحيره ولد صالح يدعو له ولد صالح جبر يويل صالح كرم المه صالح نقنا يان وين دينت إله لبره وين إله الوحره وين النبي عليه الصلاة والسلام لبره وين الصحابة لبره وين السلف الصالح لبره مركب وحان إخواني في الله أن دردار ميا يعني رئيسان والدين تنه ده شيء نغسو الرفاق دي وإن بدنا إياه كمين عمل كودي أوقعي أدي أنا أدنو شاهي
دعادة إيا صدقة والدك الله بديو ماشي أوقاف تأي كجر تنا وحلو قدر صدو أوقاف بضم بهذا صعوتا هكما إذا وقف في مدرسة نجاح هذا هدي صار الله في ردين عن نجاة إله سبحانه وتعالى هكا أقبل عمل كننك ولالك عن نجاها والدك سنة إله هكا أبال مريو أنا قد إله سبحانه وتعالى قال شو أنا ما فيد ما يوردين تنتهي سلام ماذا أن كل جنة توحيد كان أنكر رشاقنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء شيخ عبد الرشيد أن وسوق أبي ونفع إيدي جزاه الله خير الجزاء وحنوير يا فضيلة الشيخ بشير عولات فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. معاشر الإخوة إلهي بمهد إسكاله مهد أردنا سيئسقناتي الله هل كان كل مي في هذا الجامع المبارك في هذا اليوم المبارك إلهي نمحن وجسلنا سبحانه وتعالى إنه نوح قيجية قوله عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني إلهي كرجيننا سبحانه وتعالى إلهي إخلاص كانوا أرزقه في القول والعمل محن ملايني علماء وأن مغليسي محدقنين لبحناي ميكروفون كبا ما حملي كرتيد با مركا وا ان تذكير رنهانتي ما واخا لو فرحه نيكا ولالكا نغا اي والدكي وحن اسمي ما شاء الله محل لنا هنيئا له هذو فدي هذو مقن يهيبا هنيئا رنهانتي واخ ادي اد لو فرحه ديشنا مدن الهي ان بدنا كشكر سبحانه وتعالى انت ارنت ان يسن الهي وحقيجيو صلوات الله وسلامه عليه حكسوا أن إنه يره إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام يوافقه لعمل صالح قبل موته. أظن كانوا إلهي خير لدونه إلهي بشغاليسين شغالك رجعي فكاس حاضر محيله سدوا أظن كإلهي شغال أقدرني عمل صالح أي إلهي وافجيا قبل موته قري صورتت ولا ليال الله هاينا بركيه محاكم إذاها صلوات الله وسلامه عليه سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته تضواء الرموت قفك أجر كوضا أسعاني أسوى قبره كجرة أنتوا أنت كتب محاكم إذاها من بنى لله مسجدا ما شاء الله تبارك وما يلاح لغا خدمة لغا نقني من سويان محان أمالين أم باهنو سيء علماء يقول لي سبي أي حسين ومحاضرات معها محاضرات محاضرتين معها ومحاضرات فضلك يا مساجد إليهن وحويرات الله ما من كرمها أرنت مركا أن لا يهاي نوالبا ضي الشاء يا وجرت هرين علماء أغاش قريان قفك والدك وحن أسمينا وحن ربين أقدمه إلهي أكتس إن أقيسره ميلاه لغهض مباطن ميلاه لغهض ما هذا عمل أنك جوئينبا عمل أنك جوئينو ويان إلهي هاينا بركة إلهي هاينا حفظيو حكمته أيدي الأخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مساجدك يا عمرة قف إلهي إيمان تأخر رميسا حكمته صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي سكمدها ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات. قالوا بلى يا رسول الله من إني الشيقة واحد نبت إلهي إني قهوة بن درجوين جنة كرة إنه وقاذي بلى يا رسول الله ها نوشك محاكم إذا إسباق الوضوء على المكاره ويسدأ وقت إذا ما أرتقوك سفي عن لو بسيس محاكم إذا كثرة الخطى وأنا شاهد كان أسوقاتي وكثرة الخطى إلى المساجد مساجد أدب الله إسا لكن تعميرك ونويرها مساجدة تعميرك ونويرها كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار صلاة بعد الصلاة بركاته النبي محمد عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
صلوات الله وسلامه عليه مركه مره با ان ان علمادي ان خلافه انت كبدن مسي ودي كره مركه الله سبحانه وتعالى نكا ولالك انغا صدقه الله كاقبل الله ها اوغدغو والدك اوقفينا الله سبحانه وتعالى جنات غري الله ها اوغدشو الله ها حقي من بنى لله مسجدا بنى الله بيتا في الجنه وانا مال جمعه ارنت ارن سهلا معها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير الجزاء إلهي أكعب المريو شيخ بشير علاد وحن فرصة أوفى إذي سنة يا إن ولكن الداعية شيخ مستعد إلهي عافيو شيخ بريان ورم كرفة دي إلهي عافيو أنو دعين مالين جمعوي إلهي عافيو ولكن وحن سود وين يا هذا إن شيخ محمد سلاد حيري فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد من باب بركة أن إن الله بركة سنة موجي وحي علماء هرين أي شيء جاي باب نوف النابع وقت جانا وسك جابني هاي موضوع أنا وموضوع بلارن سيد دكتور عبد الرحمن ورير وش هاي وقت دار يؤبه هي هي بحث في ربنا هاات لكن كلمة ير علماء نوش وحي فضاء إشي مسجد كان يوحو لهان لها أردن خير الله سيو أنا كلي وحان دار أنا ربا أنا راهو أن دون هاي وحاوي هرت مسجد كان ماشي مناسب وهاد أيو دعي موقع أو دعي وامل لغة بهنا مسجد هذا كهرة نعم شيخ وحاجرت مسجد ماشي أنا وكل كوي له نيل هوتيل بلده هجري دات كي هرة قارس ويقرنا يعني gurigaan naga soo horjeedo oo hadda bangiga meeshiisa lagu dhise ayuu ku yaali jiray dadka birkan ka imaado madrasada najaax iyo jaamica hadii qoraxda u dhacdo ayagoo ku hiranayaan masaajidaha kale meeshii ku tukan jireen hadda qofkii halka ka imaado horaan inuu jaamica ku tukado oo ka soo tago iyo inuu birkan birisonta u laamo iyo inul qayim inuu isku laabo ka gaaro iyo maxaan ku dhahaa midka tawxiid la dhahay ee biida loo yaqaan inta aan bay ahaan jirtay horan laakiin alxamdulillaah masajid usubba muslimiinta soo kordhay oo meeshan laga sameeyay marka sidii culimada hore dhahayn baan u hanbaliyeynayna walaalaha maaragtay abooda u sadaqiyay haaji maxamuud adoon umarna allah ka thawaabiyo ajir weyn oo maarad go'eynina allah uga dhigo ani waxaan dhihi lahaa waagi hore wadaadaha wiilasha ay masaajidka ay niyeesnaayeen haddii aan wax ka ogaan lahayn in hoos laga dhigo masaajidka ayaan dhihi lahaa laakiin hadda way soo gudubtay laakiin laga yaabaa ayag naftooda inay fatwo maqleen oo dad qaar leeyihiin masaajidka kor in laga dhigo ma ogiyo hoos lagama dhigi karo midda ayadana kulli inay ku dhigeyna laga yaabaa laakiin fatwo loo dhanyo ma aha culimada muslimiinta ah say ama kor laga dhigo ama hoos laga dhigo meesha lagu tala galay buu ahaanaya maxay ila in badan oo duqow hadda aan ku arkay meeshan waxay ka calaacalayeen say u soo fuuli lahayeen marka taana insha Allah waxa dhici karta bahal asansiir la dhaho ama miscad ama maxaan dhahaa ee sheeg maxaan dhahaa lifti wax uu loo sameeyo uu sahlanaanaduna waa laga yaaba marka masajidkan meel munaasab uu ka dhacay uuna ku dhacay dadka wiilasha baariyalka aabahooda u sadaqeeyeen الله ka aqbalo een waana arin weyn oo muslimiinta u soo ziyadeey maxay ila cunug bina aadana markuu dhasho lagu farxaa masjid weyn oo daacwada laga fidinayo oo muslimiinta magaaladooda ku soo kordhay wax sahlan maaha marka masjidkan waxaan u dardaarmayna dadka qayb dumarna uu jiraa buu leeyahay doktorka qayb ay haweenka ku tukanayeen oo dumarkana gaarba loo sameeyay insha Allah waxaan u dardaarmayna masjidka risaalada diinta inuu guto dad oo maaragtay ahlus sunna wal jamaa'a salafiyina gacanta ay ku hayaan oo san noqonin meel looga soo duulo dacwada bariyahan waxa soo badatay magaalada meela masajida oo dacwada lagu majin xabin hayo oo maaragtay arimo adag ka socdaan culimada way la socdaan kaas insha Allah ma noqon doono dadka gacanta ku haya baan naqaana marka aad iyo aad baan idinku habalyeynayna abu abdi oo duqa la dhashan lama sheegin oo dadka aad uma sii garanayaan duqan meesha fadhiyo duqa masaylo waqfay walaalkiisa waaye wiilasha waqfeen iyo asagaba ilaahay idinkiisa waa idin hambalyeynayna marka annagana dayasho wanaagsan baa noogu sugan khair allah nisiyo
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء محمد خير الله سيو جزاه الله خير الجزاء. إن مساجدك وحولي هاي بولدين كان نمبر وحولي هاي لفتي. إن مركا حاجي ماشى بدي سيو حويري محي دي كمبني جي بايري وحير باودي من لفتي أو لقى تكنيشي أنا لكن سيدا ذكاله لفتي أيولي هاي وعلى فرد وأنا بإذن الله هاي إلهي هكا أجر سيو شام محمد وحن سود وين إن هذا شيخ علي نور وليتفضل مشكورا ومأجورا شيخ سود هو الوش الويري أن وعذر دارتي نحويرنا شيخ حسين عبد السمد وليتفضل مشكورا ومأجورا شيخ تعال هذا جزاكم الله خير شيخ ملي شيخ ملي خليفة مهدي نعم جزاكم الله خير الجزاء وحن ويريا chairman ka council of imams and preachers oo shee abd nasir ah abd nasir alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashraf al mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al din wa sallama tasliman kathira amma ba'd wadaadada way yireen mooyena waxa ay noo filan wacdi iyo waana wadaadada ugu horeen ee jeediyeen allah noo anfaco wacdigaas iyo waanadaas ee qayb ka ahad intii masaajid ka dhistay oo waalidka u sadaqaysatana ajir iyo thawaab allah ka siiya waa arkaysan xadiis uu sheekhu u akhrinay waa amal aan gooyin qof muqri inta u soconaayo haduu ka uu beertay ilmo saalix ee wanaagsan haduu ilaahay siiyo duriya saalixa qabri ay ku anfacayaan inta iyo amalkaas uu socdo oo khayri oo waqfiga intii wadaadii hore umaan dhaaya wax ziyada uun sheegay ma jiro masaajidka waxaa loo dhisay ayadu sheekha akhrinay inama ya'muru masajid la man amana billah ta'mirku waxaa kamida masaajidka salaada oo lagu oowdo in lagu cibaadeysto ahmiyada masaajidka loo dhisay waxaa kamida in da'wada iyo diinta islaamka laga fidiyo oo dadka lagu hanuuniyo oo lagu yeero in salaadaha lagu tukado in la tarmi masaajidka haduu meel ka dilaaco haduu si noqdo nadaafadiisa waxoo dhan waxa kulli waxay soo galeysa tacmiirka inta umaan ku ziyaadin lahay wadaadada intii hore waxaan abdullahi ile aniga waxaan ahay culimada ka mid aanahay ardayna waa culimada ardayda ahay same time waxaan nin dowlad shaqeeyaa ahay saa ogtihiin dowladda iyo diinta kala maarmaan fariq dowlad aan diin xilli jiro bergan afka hore ahayd hadda dowladda diinaan shaqeyn ma jirto waxa lagu soo carraba diinta masaajidaha bakaan wax kar wayno culimada u yarnaa ma tamaysa maaha culimada waxay mar marba meelmari had saa ogtihiinne berigi hore dowladda kenya national government dowladda diinta qayb baysan jirtay si military oo kale sida prison oo kale sida ap oo kale kudi wax u yeelan dad ducada ku jiraan oo lagu qoro shahaada af carabiga mashaadiida lagu qoro haddana waxa ka sii ficilaatay waxaan qabna wax loo ismaamul had jiray waxa arkay madheera inay soo dhejiyeen in lagu daro ECD lagu daro maartay dugsiyada meel ka akhriyay lagu daro soo waxa u baahan tahay sharci inaad dejisnaanag maxaa leenahay maartay baarlamaan hoosaan leenahay waxa muhiim ah inaan sharci la imaano oo sharci asaga waan fajino xoolo dowlad iska bixiyo waxa lagu bixiyaa maartay wax oo qaanun lagu bixiyaa policy hadaan la imaano anaga is qabsano anaga baarlamaanka iyo culimada is qabsano oo aan ku darno masaajidada aan ku darno maartay miisaaniyada dowladda waa hirgelisa si wadamaha islaamka kale soo hadda kadib insha Allah taala countyn wax cusub weeyaan mar waxba la bidlaxba soo kordhi waxaan rajaynaynaa dowladdaana ismaamulka insha Allah taala kadib inaa masaajida iyo imaamiyada iyo dugsiyasha si darah madheera ay isku dayaan hirgeliyaan inaan qayb ka qaadano maxsan yahay abdullahi waxaan ku soo gabagabeynaynaa chairmanka muassasada haajigan masaajidkan dhisay wuxuu leeyahay ooqaf fara badan sheekh xuseen baa mas'uul uga ah waxa soo dhan marka asaga nasiin doona wax yar oo ku saabsan khayraadka iyo waxyaalaha uu haajiga wado iyo umsaadkan kamid yahay wali tafadhal mashkuran wa maajuran alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam waxaan aad ugu faraxsanahay maanta furitaanka masjidul aqsa oo dhacayo faras magaalada garsa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay iyo culimada ka soo qayb galeen iyo dadweynaha dhamaan ka soo qayb galeen masjidkan furidiisa
يوم ما أنتم مالن جمعة يا سلاديسة إلهي إنه وحويد سنة إنه أقبل وحن أن ربا أنا وحركة تابتو تعرف أنا ببيحيو مسجد كان وحاد السي حاج علي حاج محمود أدونة فاملكي رأي أدونة وين اللي جوجان وأدر كيسا فديا أدر عبد القادر قاعد عنده كروتاج دوقان وعبد القادر محمود أدونة وحن اللي جوجان ويلشيسا ومؤسسة قيب كوضان وحامنا جاكا جوريل محمود أدونة جوريل إستاك وحامنا جاها قود مؤسسة ننكوي وحا فليسو وحنا لجوغا إبراهيم محمود أدونة وصغنا قود ديغا مؤسسة كميدة ننكو نحن نسنجا هاي إلهي عافيو إلهي عافيو عافما دك دك بركيسان الله سيا حنوك الله كاقادو وصلي اللهم على نبينا محمد marka walaalayaal aniga muassasada dhan jaaman kamay hi qaybta gaarsan baan ka ahay ninka walaalka anaga Cali Maxamuud Adoone inta badan wuxuu u badan yahay dibadda si gaar ah Tanzania mashruuc farab badan buu ka sameeyay oo aan la soo koobi karin marka hadda waayahan dambe wuxuu soo jeestay magaalada Garissa Masjid al-Aqsa مساجدي سودان انت بدن اسكو مغعو اسرا راعيا مسجد الاقصى و هو كدسي حافظه ما رتي باشال حافظه كميده دوقا يا انت ولي دمانين دوقا مركو دنتي او سانتا عسيادي لو جريبا مساجد لو قو كو يالو يا وها دسمه كا غواي مركه و هو شاغناي و حنا نه مسجد كاس ها غواي مناسبه كو سو توسي العق ما قاك دمنو يري هل مليون يضدو بقولو كنا دان بس ما انت بابا لو شوي مسجد كاس ولو قال لو دساي صلا لا ساري ولي اسا غانتا كو هيا مؤذنكي امامك وحا كلو مسجد كدساي بولدا كنا سويدنا او ما رغت وحا سونن وحو نولن يوناي وقف دقو ولن يوناي او مسجد كدساي بولدا لا دو كنا سو يدنا مساجد دمستران ولي أسانا قعانتا كوهاي إمامكي يو مؤذنكي وحاكا لو مسجد كدسي حافظ مسالانا كاميدة يو مدرسة ورعيي ومعركتي يدنا هلكا سو كدسي مرسمد يدنا معركتي سنتر إسلامي وكسمي مسجد كيدالة يو مدارسة ديدالة مويالة يدنا ساسو كالي وحكسمي سنتر إسلامي مدرسة يوم ماركتي يوم مسجد بوكا سمي ماركو هادا وماركتي اوس مول كان سمينا وحكودري مسجد كان قيبتن وماركتي اذا وقف وقتل قلي وحصودن وماركتي وقف وسمي ماركو كواد ماركو وحنلين هاي انا انت نوغ هاي الدواون انا هاصو مقالة غارسة ماركتي كينيا وحكا لك بحسن تنزانيا وبادين هنا لين مراكزتا انا تاثور ومهاي مرك جزاكم الله خيرا اد بو مهسنتين مرك وحان ربنا ر ادون الله بركيو انا ودعينا ربنا الله بركيو قودي حنوسنا الله عافي هويس نوله هويس مار عافمد الله سيو دعاديدنا الله سيو انكارتيدنا الله كدو ابي سدنتنا مارت الهي وقف كان مد جنات الفردوس الله كوكيو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى أنكم تكيا رحمنا سلامنا أماني ومتمواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نوصي نفسيان فيها نيني يكوان با تمشيني الله سبحانه وتعالى نتوغوبي كتك كل نانجا ندوغو زانغو وإسلام hotuba yetu ya leo yazungumzia kuhusu ubora na umuhimu wa kutunza misikiti, ujenzi wake, kuinua kwake, kusafisha kwake, pamoja na kuchunga kwa usafi yake. Na kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake without associating any partners in his worship, bila kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake. Minajili dhalik, tuwafaa kujua ya kwamba
مسكتي يا جازوا نوؤميني ولا أبوا نؤمني الله سبحانه وتعالى نكو كمنش الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى نسمك تك القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن الله سبحانه وتعالى لصف ولا أبوا جاز مسكتي ناكبين صفة يقوم أبوا نؤمني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما أنت وحافرني مسجد الأقصى أو كويا الله فرس مقالها مقالة قارسة أو ده سيمارتي حاج علي حاج محمود حاج أدونة أو وقفي أبي صورنتي نحرست الجنة إلهي هجي جنة الفردوس ماشى ندم مسجد كمناسبة نحول في إرسالي ما دام ماشى أنا مساجد هكاك لقوا أنيهن جميع موس أجل لقى صوتك ابن قيم يهدنا كي كويا لتوحيد بيدا بريسون أو مسجد الأسر كويا لكفوقي نحدا مسجد الآن أي نقطتي ذاك نحدا دجنة وحقا أي أمقطة أي نقطتين ضد مارتي وحقا إسلامك أشكو إهن وهاتها وضدا وحلو بحي ميرا رود أنا مناسب وطهي يعني مارتي وأركي صادرت مسجد كان إمامك أن لو شرد اللغة دقي مسجد إمام يقانو جامعة إسلامك صوبحي لوقضها يقانو عربيقا إنجريس يا سواحلي سو مركز دتك اوغو غارسيو صوبتا سانا اوغو بعد ما انت ساد اركيسن قطبدا عربي يا سواحلي مركز امامكا واكن ميدق يكر فد ميدق تيد فديو الشيخ عبد المالك شيخ ابراهيم شيخ مارتي شيخ عبد الوهاب شيخ ابراهيم الله دها مارتي وانن مارتي ادي اد مناسبه اوغو شروطها ربنا ربنا بوحيي امتحان كان لامبوان كوسوبحي اد بانا مارتي مانتو مسلمين تو اوغو فرحيه وانا كو قنعسنهي بيد حديده وحا فديا مارن باترونكا مسجدكا شيخ محمد الدين شيخ عبد الله يا اسغن واكن دنعي كان فديو وانا مارتي نينكا كاه مسجد كان باترون جزاكم الله خيرا.